دروك بار اكزومبل راهي خالقه ثوره في البلاد تاع مشاريع تاع تروطوارات تاع ميناجمون كبيره. الشباب ما مش رايح ما يلقاو حتى شيء. الشاب قسم عليه المشاريع هذه، مقاول اشغل بناء يعطيه تروطوار. جماعه الجزائر لي زيسباس فير يعطوهم الاشجار، لي سودور يعطوهم لي باروداج، يقسموا علينا هاد سميتو الشباب يستفيد. هنا الحوت الكبير راه ياكل الحوت الصغير، ما شفنا حتى شي مقاول كبير يعطوه كلش ويدي ويمشي معاه. دعم تشغيل الشباب الحمد لله عاونونا وقفوا معنا، مي في الواقع المهني رانا نعانوا من بزاف مشاكل، من بينها اللي كايد شارج اللي فيهم بزاف عراقيل بالنسبه للواحد مبتدئ، كما يطلبوا منا نتاع التصنيف لا كات لا تروا، وحنا عندنا لا اون ولا دو. كنا سمعنا بايمان انشغالات الشباب هذو مقاولين صغار، ان شاء الله نتمنى يكونوا كبار في وقت ما، واكيد انهم يكونوا كبار. سمعنا التدخل تاعهم وشغالتهم اللي بربي ان شاء الله راح نوصلوها للسلطات المحليه على رسم السيد الوالي والامين العام للولايه، واكيد والاكيد جدا انهم راح يتمعنوا فيها ينظروا فيها بنظر ايمان.